حياكم الله. في أهم أخبار الاقتصاد، كشفت اللجنة المالية النيابية في العراق عن وجود فائض في سعر برميل النفط المحتسب بقانون الموازنة المالية العامة للعام الحالي. وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن أسعار النفط عالميا تقارب 65 دولارا للبرميل الواحد، إلا أن السعر المحتسب في قانون موازنة العام الحالي هو 45 دولارا، ما يعني أن الفائض بلغ 15 دولارا لكل برميل. وأكد أن هذه الأموال تذهب إلى مصاريف النفط، ومنها عقود الخدمة وجولات التراخيص التي تقدر بحدود 16 تريليون دينار. أكدت اللجنة القانونية البرلمانية أن مسألة سعر صرف الدولار حسمت نهائيا ولا نية لرجوعه إلى سعره السابق. وأوضحت اللجنة أن سعر صرف الدولار قد ثبت على سعره الحالي وعمل به، مضيفا أنه من غير الممكن إعادة سعر الصرف السابق إلا بعد مرور 4 سنوات. سبق أن حذر اقتصاديون من مغبة القرار الحكومي برفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لما فيه من ضرر بالغ على المواطنين، لا سيما الطبقات المتوسطة والفقيرة. كشف المجلس التركي للحليب أن العراق حل ثانيا باستيراد منتجات الألبان التركية في الربع الأول من العام الحالي. وذكر المجلس أن تركيا صدرت منتجات ألبان بقيمة نحو 95 مليون دولار في المدة من شهر كانون الثاني إلى شهر آذار، أي بازدياد بلغ نحو 91 مليون دولار في المدة نفسها من العام الماضي. وذكر المجلس التركي أن الصين جاءت أولا والعراق ثانيا والإمارات ثالثا في أكبر أسواق تصدير المنتجات الألبان التركية في الربع الأول من هذا العام 2021. أعلنت هيئة قناة السويس المصرية أنها بدأت أعمال التجريف في القناة لتوسيع تفريعة ثانية تسمح بالعبور في الاتجاهين. وأضاف رئيس الهيئة أسامة ربيع أن مشروع التطوير المقترح يعد استكمالا لجهود تطوير المجرى الملاحي التي بدأت مع افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، على أن تشمل المرحلة الأولى تنفيذ مشروع ازدواج القناة بالبحيرات الصغرى. وأكد ربيع أهمية مشروع الازدواج الجاري تنفيذه في رفع كفاءة القناة وتقليل زمن عبور السفن، فضلا عن زيادة عامل الأمان الملاحي. أعلن المعهد التونسي للإحصاء أن اقتصاد البلاد انكمش 3% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق. وأضاف المعهد أن قطاع السياحة تضرر بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا، ولا سيما في الربع الأول من العام الماضي 2020 التي انكمش الناتج الإجمالي فيها بنسبة 1.17% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2019. كذلك سجل قطاع الزراعة والصيد البحري تراجعا ب 6.17% في الربع الأول مقارنة بالمدة نفسها من عام 2020، متأثرا بتراجع محاصيل الزيتون هذا العام. حققت الصادرات التركية إلى ليبيا زيادة بنسبة 58% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وازدادت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا في المدة نفسها إلى 826 مليون دولار. ازداد حجم الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 228% في شهر نيسان الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. كانت هذه أهم أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.